كلمة اليوم أيضا هي هنا. هنا معلمة صغيرة اليوم. هيا يا هنا، أخبرينا ما هي الكلمات التي تبدأ بحرف الخاء؟ خروف، خاتم، خس، خيار، وخاء ماذا؟ خبز، وخاء ماذا أيضا؟ خوخ. انظروا إلى خوختها، نعم جميلة. هل تحبين الخوخ؟ أخبرينا، هل الخوخ فاكهة أم خضروات؟ ممتازة. وما هذا الذي لونه أخضر بالأعلى؟ نعم في الأعلى هنا في الشاشة. خس. نعم خس. أين نضع الخس؟ نضعه على ماذا؟ على السلطة. على السلطة، ممتازة صغيرتي. حسنا يا معلمة هنا، هل الآن أخبرينا ما هي طريقة كتابة حرف الخاء بخط جميل وكتابة صحيحة على سطر اللغة العربية؟